الأكل هو أكتر حاجة بتجمعنا، عازمين صحابكم على الماتش، عزومات رمضان، عيلتك متجمعين، وعشان كده لما بنستخدم أجود المكونات بأسهل الطرق هنعمل وصفات إحنا مبسوطين بيها هتقربنا لبعض أكتر. دايماً وأنا بطبخ بفكر في الناس اللي أنا بحبها، الناس اللي هتاكل الأكلة دي، كل حاجة أنا قريتها، اتعلمتها، جربتها هوريها لكم في فيديوهات جاية مع سيفود فاكتوري. هنقدم لكم وصفات بتتعمل في أقل من 30 دقيقة، وفي نهاية الفيديوهات دي هتقدروا تعملوا عزومات سي فود كاملة لوحدكم. أهم حاجة تجهزوا المكونات جنبكم قبل ما تبتدوا الطبخة، لأن ده هيسهل عليكم كتير وهيخليكم تخلصوا أسرع بكتير. الأكل مش أكل وخلاص، يعني لازم ننقي المكونات اللي احنا هناكلها تبقى فريش، لأن ده حاجة بتغذي جسمنا. وانتوا بتطبخوا لازم تشموا ريحة الأكل وتسمعوا صوته عشان تتأكدوا ان انتوا ماشيين صح. انا شيف منى البنا، معايا هتقدروا تعرفوا تطبخوا بطريقه افضل في البيت. كل النصيحه هوريها لكم هتساعدكم مدى الحياه، وده دوري ان انا انقل خبرتي ليكم.